الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد. الرئيس السيسي يناقش مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي أطر التعاون في القطاعات ذات الأولوية لمصر. تواصل جهود الإنقاذ بعد الزلزال في تركيا وسوريا وحصيلة الضحايا تتجاوز 37,000. العاشرة صباحاً، الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، فضلاً عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي في دبي مع نجلاء بودن رئيسة وزراء الجمهورية التونسية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وقد أكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، كما تم التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في دبي مع الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر. كما تم التباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتي ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومواصلته للنمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا موفد إكسترا نيوز إلى دبي هشام عبد التواب. هشام، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا التواصل مع هشام. مشاهدينا، نستكمل نشرتنا حيث توقعت وكالة فيتش أن تشهد أعداد السياح الوافدين إلى مصر نموا بوتيرة متسارعة في عام 2023 مع استمرار هذه الزيادة حتى عام 2026. المزيد نتابعه في العرض التالي مع الزميلة حور محمد. أهلا بكم. على الرغم من التحديات العالمية، فإن التوقعات تشير إلى حدوث تحسن كبير في أداء صناعة السفر وقطاع السياحة العالمي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن نمت الحركة الجوية الأوروبية بشكل مطرد منذ منتصف مارس إلى أوائل مايو 2022. في مصر، توقعت وكالة فيتش أن تشهد أعداد السياح الوافدين إلى مصر نمواً بوتيرة متسارعة في عام 2023 مع استمرار هذه الزيادة خلال الفترة من عام 2022 لعام 2026، ما يعزز من الإيرادات ومعدلات إشغال الفنادق.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر في العام الجاري 11,600,000 سائح، بزيادة قدرها 46% على أساس سنوي من 7,900,000 سائح في عام 2022. وبحلول عام 2026 من المتوقع وصول إجمالي عدد الوافدين إلى مصر إلى 14,000,000 وافد، وهو أعلى من ذروة ما قبل الجائحة البالغة 13,000,000 وافد. أما على صعيد عائدات السياحة الدولية لمصر، فتوقعت فيتش أن تصل في عام 2023 إلى 13,600,000,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17.7% على أساس سنوي. وبحلول نهاية عام 2026 من المتوقع أن يصل إجمالي عائدات السياحة الدولية إلى 17,900,000,000 دولار أمريكي. توقعات فيتش تأتي مدعومة بتطوير السياحة العالمية، حيث تظهر الحجوزات الجوية أن السياحة العالمية واصلت إظهار علامات التعافي، حيث وصل عدد السياح الوافدين إلى 60% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022. وتشير تقديرات منظمة السياحة العالمية إلى أن العام الجاري قد يشهد عودة الوافدين من السياح الدوليين إلى مستويات ما قبل الجائحة في أوروبا والشرق الأوسط. وفقا لتقديرات منظمة السياحة العالمية، فإن جائحة فيروس كورونا عرضت 100,000,000 وظيفة للخطر في عام 2020، كما أدت إلى جعل البلدان تتنافس حول كيفية جذب الوافدين في ظل انخفاض عدد السياح على مستوى العالم بأكثر من 65% في النصف الأول من عام 2020. وجاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتضاف لأوجاع القطاع، خاصة أن السياح الروس والأوكرانيين ينفقون عادة نحو 45 مليار دولار أمريكي سنويا على السفر للخارج، ويذهب معظم هذا الإنفاق إلى الأسواق الأوروبية الناشئة. كما مثلت الأزمة خطرا على محاولات إنعاش السياحة العالمية من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، حيث أدت إلى تفاقم أسعار النفط، وبالتالي ارتفعت تكاليف النقل، الأمر الذي نتج عنه تعطيل السفر في أوروبا الشرقية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول التوقعات بشأن أداء صناعة السفر وقطاع السياحة العالمي خلال الفترة المقبلة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. وبالعودة إلى زيارة الرئيس السيسي إلى دبي، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا موفد إكسترا نيوز هشام عبد التواب. أهلا بك هشام معنا. أهلا بك يارا، وأهلا بكل مشاهدي إكسترا نيوز في كل مكان. نحن بالفعل بدأنا اليوم الثاني لهذه القمة العالمية للحكومات في يومها الثاني، والتي انطلقت بالأمس 13 وحتى 15 من فبراير الجاري. بدأ بالفعل نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، كان نشاط مكثف، يوم حافل باللقاءات الثنائية والاجتماعات وأيضا الموائد المستديرة. اليوم أيضا بدأ نشاط السيد الرئيس في هذا اليوم بلقاء مع السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية. الحقيقة أن هذا اللقاء من اللقاءات الهامة هنا على هامش هذه القمة، تم استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، بين مصر وتونس، وأيضا الارتقاء بالتعاون المشترك في كافة القطاعات والمجالات المختلفة. أيضا شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا اللقاء مع السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، شدد على دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح في تونس والتي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد،
أيضا تم الإشارة إلى نقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى تونس الشقيقة. إذن هذا ما حدث في مجمل هذا اللقاء صباح اليوم مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أيضا من اللقاءات الهامة التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات، هو لقاء مع الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. والحقيقة أنه هذا اللقاء أيضا من اللقاءات الهامة على هامش هذه القمة، تم بحث أطر التعاون ما بين مصر وبين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأيضا بالتأكيد ذلك في ضوء ما قام به البنك من جهود خلال السنوات الماضية والمشاركة في عملية التنمية داخل مصر، وبالتالي أطر التعاون في المستقبل داخل مصر في عملية التنمية. هذه هي اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن في القمة العالمية للحكومات التي انطلقت بالأمس. وكما تعلمين يارا، مصر هي ضيف شرف هذه النسخة، وهذه هي النسخة العاشرة. في هذه النسخة نشهد أوسع مشاركة مصرية على الإطلاق منذ بداية هذه القمة في عام 2013، في أرقام كثيرة تتحدث عن الزخم الكبير، الزخم السياسي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي وغيره في هذه القمة. حوالي 150 دولة مشاركة، أيضا 20 رئيس دولة مشاركين هنا في هذه النسخة لهذه القمة، أكثر من 220 جلسة على مختلف المستويات، وتجرى حتى بالتوازي عدد كبير من الجلسات يجري الآن على الأرض معا. خلينا أيضا نتعرف على أهم أجندة القمة وتفاصيل الموضوعات التي تناقش اليوم، وأيضا أهم الضيوف نحو مستقبل يقوده الاقتصاد المبتكر. هذه هي الجلسة التي بدأ بها اليوم الثاني للقمة، والحقيقة أنه الشق المتعلق بالابتكار في الاقتصاد يحوي تحته العديد من الموضوعات، أيضا الازدهار من خلال الإبداع، فن تشكيل المحتوى من صانعي. ويتحدث في هذه الجلسة أحد أبرز الحضور إدريس ألبا الممثل العالمي، أيضا كيف توازن الحكومات ما بين تمكين الابتكار وحوكمة التكنولوجيا، وهذه أيضا من الأسئلة الكبرى المطروحة والمطروح تحتها عدة نقاط للنقاش. نهاية العولمة أم بداية جديدة لها بخصائص جديدة، أيضا يتم مناقشة هذا الموضوع، وتكنولوجيا المستقبل والأمن السبراني ومستقبل الصحة وجودة الحياة والفرص الاقتصادية الجديدة. أيضا من ضمن الجلسات التي تعقد اليوم المسار نحو مؤتمر الأطراف كوب 28، ونحن نعلم أن الإمارات تستضيف النسخة القادمة في هذا العام في الإمارات من قمة المناخ. هنالك حديث طويل عن قمة المناخ القادمة وما الذي سيحدث فيها، أيضا مستقبل الثقافة والإبداع ومستقبل الإعلام والتواصل الحكومي والأولويات الصحية العالمية في المرحلة القادمة. وبخصوص الأولويات الصحية تحدث في هذه الجلسة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وكثيرون ينتظرون هذه الجلسة، أيضا عصر التغير المناخي ومواجهة خطر الغرق، ويتحدث في هذه الجلسة رئيس جمهورية سيشل. بالتأكيد سنتابع معكم كل ما يحدث على مدار الساعة من هنا من القمة العالمية للحكومات، سنتابع نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا كل ما يحدث في أجندة هذه القمة. عودة إليك يارا. شكرا لك هشام عبد التواب موفد أكسترا نيوز من دبي، وبالفعل مستمرون على مدار الساعة في متابعة فعاليات القمة وزيارة الرئيس إلى دبي. يا الله يا محمد يا محمد يا الله.
تتواصل عمليات الإنقاذ في مختلف المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا، فيما تستمر عمليات انتشال ناجين غالبيتهم من صغار السن، وتشير آخر حصيلة إلى أن الضحايا جراء الزلزال تجاوز عددهم 37 ألفاً إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة. قالت إدارة الكوارث التركية أنه تم رصد 2724 هزة ارتدادية وقعت عقب زلزالين رئيسيين اللذين بلغت شدتهما 7.7 و7.6 درجات. وأضافت الإدارة التركية أنه تم إجلاء أكثر من 158 ألف شخص من المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا، مشيرا إلى مواصلة أكثر من 35 ألف عنصر إغاثة في أعمال البحث والإنقاذ في كافة المناطق المتضررة من الزلزال، بينهم ما يقرب من 10,000 عنصر إغاثة من دول أجنبية. أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار سوريا فتح معبرين، قال إنهما سيسمحان بتسليم المزيد من المساعدات بسرعة. أضاف غوتيريش إلى أن فتح المعبرين إلى جانب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتسريع الموافقات على التأشيرات وتسهيل السفر بين المراكز سيسمح بدخول المزيد من المساعدات بشكل أسرع. في وقت يتلاشى فيه الأمل شيئا فشيئا بالعثور على ناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وبعد أن بدأت الحفارات الآلية في إزالة الأنقاض من منطقة في إقليم هاتاي بجنوب تركيا، عاد الأمل من جديد في العثور على ناجين، حيث تمكن رجال الإنقاذ من إخراج فتى يبلغ من العمر 13 عاما بعد أن أمضى 182 ساعة تحت الأنقاض. الزلزال المدمر أسفر أيضا عن خسائر مادية باهظة، فقد رجح الخبراء أن تتراوح الخسائر ما بين 30 إلى 40 مليار دولار. وفي هذا الإطار قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن الزلزال خلف تأثيراً كبيراً على الاقتصاد التركي، ووصف الخبراء الوضع بزلزال اقتصادي تصل ارتداداته لعدة قطاعات حيوية في البلاد. اتحاد الشركات والأعمال في تركيا بدوره أشار إلى أن حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد قد يزيد على 84 مليار دولار، أو ما يعادل 10% من الناتج الإجمالي للبلاد. في سوريا وتحديداً في مناطق حلب واللاذقية وحما وإدلب، فقد كان حجم الكارثة كبير، فكثير من العائلات فقدت منازلها. أما ما يتعلق بتقديم المساعدات إليها، فقد أعلنت الأمم المتحدة عبور 6 شاحنات إضافية محملة بالمساعدات والإغاثة من برنامج الأغذية العالمي التابع لها إلى شمال غرب سوريا المتضرر من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أسبوع. كما أعلنت الأمم المتحدة موافقة دمشق على فتح معبرين حدوديين لإدخال المساعدات الإنسانية. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بدوره دعا مجلس الأمن إلى الموافقة على فتح معابر إضافية لتأمين وصول المساعدات إلى سوريا، مشيرا إلى استعداد بلاده تقديم جميع المساعدات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قافلة من 10 شاحنات عبرت إلى سوريا، ومبينا أنه من الضروري أن يوافق مجلس الأمن على المزيد. قالت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 300 جندي روسي و60 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة يساعدون سوريا في جهودها الإغاثية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي. أشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم تسليم عبوات أغذية ومطهرات بالإضافة إلى ضروريات أخرى إلى نقاط المساعدات الإنسانية في مدينة حلب بشمال غرب البلاد.
ناقش القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية مع قائد الجيش الأمريكي في أوروبا المساعدات العسكرية وتدريب القوات الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني شارك رؤيته بشأن تحقيق النصر مع القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي المشتركة في أوروبا الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي، مضيفة أن القائد الأوكراني عبر عن امتنانه لفهم كافولي العميق للوضع والجهود الكبيرة لتقريب النصر. وصفت الرئاسة الأوكرانية الوضع في مدينة باخموت بالمعقد، ويأتي ذلك غداة إعلان القوات الروسية استيلاءها على بلدة في المنطقة. هذا وتواصل القوات الروسية قصف البلدات قرب باخموت بدبابات وقذائف هاون ومدفعية. توتر متصاعد تشهده مدينة باخموت الواقعة شرق أوكرانيا بعدما تعرضت لقصف مدفعي روسي كثيف وسط حالة تأهب للقوات الأوكرانية لهجمات برية محتملة. مسؤول عسكري أوكراني أوضح أنه تم تحصين المواقع في باخموت وعدم السماح بالدخول سوى لمن لهم دور عسكري، مشيرا إلى أن المدينة وضواحيها ومحيطها بالكامل تتعرض لما وصفه بقصف جنوني فوضوي. الجيش الأوكراني أعلن عن قصف روسي على طول خط المواجهة، منوها إلى أنه تم قصف 16 منطقة سكنية بالقرب من باخموت، مضيفا أن قواته صدت عددا من الهجمات بالقرب من المدينة. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تقدمت بضعة كيلومترات على طول الخطوط الأمامية دون أن تحدد بشكل دقيق مكان التقدم في المنطقة التي تشمل عدة مواقع في الجنوب والشرق. يأتي ذلك بينما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إنه يعتبر الهجوم الروسي المتوقع منذ وقت طويل أنه قد بدأ بالفعل، مضيفا أنه لا يرى على الإطلاق ما يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للسلام. في الوقت نفسه حذر ستولتنبرغ من أن القوات الأوكرانية تستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء في الحلف التي ينبغي عليها حتماً زيادة إنتاجها، لافتاً إلى أن الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا تعرض الصناعات الدفاعية الأوروبية للضغط. وتعد باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك هدفاً رئيسياً للقوات الروسية، ومن شأن السيطرة عليها أن يمنح موسكو موطئ قدم جديد في المنطقة التي تركت أشهر من الصراع أجزاء كبيرة منها في حالة دمار. تواصل القوات الأوكرانية التدريب على دبابات ليوبارد 2 في بولندا، وقام الرئيس البولندي أندريا دودا بزيارة مقر التدريبات، حيث أكد أن التدريبات تشمل جميع المهام المتعلقة بالدبابة بداية من التشغيل وحتى الإصلاحات. تتواصل المساعدات الغربية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، حيث تم الإعلان عن حصيلة تلك المساعدات خلال الفترة من 24 من يناير إلى 20 من نوفمبر 2022. المزيد في العرض التالي. We'll be right back.
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية في بيان أن مقاتلتين هولنديتين من طراز F-35 اعترضتا تشكيلا من 3 طائرات حربية روسية بالقرب من بولندا واقتادتها إلى خارج تلك المنطقة. وقال بيان الوزارة إن الطائرة التي كانت مجهولة آنذاك اقتربت من منطقة المسؤولية البولندية في إطار حلف شمال الأطلسي من كالينغراد. قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة أطلقت أكثر من 10 بالونات على ارتفاعات عالية منذ مايو 2022 وحلقت بشكل غير قانوني في مجالها الجوي ومجال دول أخرى. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء تحقيق شامل وإعطاء الصين تفسيرا لذلك. أكدت الولايات المتحدة وقوفها مع الفلبين بعد أن اتهمت مانيلا حرس السواحل الصيني باستخدام الليزر في محاولة لعرقلة مهمة لإعادة إمداد قوات في بحر الصين الجنوبية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن واشنطن تدعم الفلبينيين في مواجهة استخدام خفر السواحل في الصين لأجهزة الليزر ضد طاقم سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبينية. أعلن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا أن اليابان تخطط لشراء جميع صواريخ توماهوك كروز من الولايات المتحدة دفعة واحدة في السنة المالية 2023. لم يذكر الوزير الياباني تحديدا عدد الصواريخ بعيدة المدى التي طورتها الولايات المتحدة وستشتريها طوكيو. ونقلت الوكالة اليابانية أن طوكيو تدرس شراء ما يصل إلى 500 صاروخ توماهوك. تعتزم أستراليا إبطال عمليات التدخل الأجنبي التي تستهدف السياسيين والأكاديميين وقادة المجتمع. وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية إن التدخل الخارجي تهديد أساسي للديمقراطية في كامبرا، وأشارت إلى أن بلادها تواجه تحديات جيوسياسية كبيرة، وأوضحت أن حكومات خارجية تسعى إلى استمالة السياسيين المحليين المنتخبين والتأثير سرا على كيفية مناقشة الموضوعات في الجامعات. قالت الشرطة الأمريكية إن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون بعد أن فتح مسلح النار بجامعة ولاية ميشيغان الأمريكية. وقالت شرطة جامعة ولاية ميشيغان إنه قامت بإخلاء وتأمين عدد من مباني الحرم الجامعي بعد ساعات من إطلاق النار. وحثت سلطات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمقيمين في الأحياء المجاورة خارج الحرم الجامعي على لزوم أماكنهم، بينما تبحث الشرطة عن المشتبه به. احتجزت شرطة نيويورك سائق شاحنة بعدما صدم بها عدد من المرة خلال محاولته الإفلات من الضباط أثناء عملية تحقق. وبحسب مفوض الشرطة أصيب 8 أشخاص على الأقل في الحادث، من بينهم رجل في الثلاثينيات، وتم نقله إلى المستشفى بحالة حرجة. وأعلنت شرطة نيويورك في وقت لاحق أنه لا توجد أي مؤشرات على الإرهاب في الحادث. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام نشرتنا، وهذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد. الرئيس السيسي يناقش مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي أطر التعاون في القطاعات ذات الأولوية لمصر. تواصل جهود الإنقاذ بعد الزلزال في تركيا وسوريا وحصيلة الضحايا تتجاوز 37,000. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.